يعني أنا من 20 سنة بدي الأمثلة دي. الغريبة هو رد. طب هات لنا أم محمد. حاضر، ما سمعتكش. معلش أم محمد. وعليكم السلام، اتفضلي يا أم محمد. كنت عايزة استفسر من حضرتك يا دكتور، عندي محمد ابني عنده 10 سنين. اتفضلي كملي كملي. محمد بدأ الفترة كده من سنة بدأ يرد جامد عليا ويتكلم معايا بأسلوب طبعا مش حلو خالص، انا مش عاجبني. اخواته طبعا بيعلقوا ان هم ان هو بيتكلم معايا بالاسلوب ده، متمرد شوية، ما بيسمعش الكلام، بيشوح بايديه كتير يعني، وانا مش عارفه اعالج الموضوع ازاي. ساعات ابقى مبين معاه بالراحه، وساعات بحس ان انا مش عارفه اتعامل معاه، وساعات ممكن بمد ايدي عليه بصراحه، فانا مش عارفه اعمل ايه. ومش وساعات ايه؟ ساعات ايه؟ ساعات ايه؟ ساعات بضربه. تضربي وايه كمان؟ بس ساعات بعالجه بالراحه، يعني ساعات اكلمه بالراحه كانه كبير ومش عارفه ايه، واعلمه. طبعا ما عندي ابن الوسطاني بيقلد محمد في كل حاجه. طبعا. فانا متضايقه من فضل لحد ما قال لي صغير ان انا بقلد محمد. هو محمد عامه كان مطيع اكثر من كده في الفترات السابقه؟ كان ايه؟ يعني كان مطيع في سن 8 سنين و7 سنين؟ كان كويس. لا كان يعني كان الناس بتقول محمد ده مش يعني، كان كله بيتكلم عن محمد وعلى طيب. ان محمد كويس ومؤدب وهادي وبيسمع الكلام ومحمد يعني. ومحمد كمان حساس بيتاثر فعلا فعلا فعلا. خدي بالك من فعلا دي عشان دي فيها اجابه. طيب حضرتك بتميلي او البيت بيميل للعصبية شوية في الاوامر؟ انا كده عصبية في اوامري. طيب كده وصلت للموضوع. هقول لك هرد عليك على طول دلوقتي. ايه الكاميرا اللي قدامي على طول مش سامع كويس. طيب تعالوا نقول ان ام محمد دي ست من الناس الطيبين اللي هي بتتعامل مع اولادهم، عاوزاهم يبقوا كويسين. ثلاثة بالله العظيم عاوزة تبقى الولاد الكويسين. ولو قلت لها نفسك ولادك يطلعوا ايه، يبقوا احسن ناس في الدنيا. وغالبا الاباء والامهات هم اللي يتمنوا غيرهم ان يكونوا احسن منهم ابنائهم. بس هو الاولاد محتاجين يحسوا ده. لو بتتكلم في البعد المادي، ان اولادي يحسوا ان مدى حبي ليهم يصل الى مرحله انهم يبقوا افضل مني، خلاص ده معنى بنسميه معنى نفسي، بيجي بالحوار والنقاش والتواصل والهدوء، مش بيجي ببعترة الفلوس، مش بيجي بكثرة العطايا، مش بيجي بان احنا ما بنبخلش على ابن الله، مش بيجي ان انا بدفع اخر مليم انا دفعته عشان اشتري كوتشي او اشتري تيشيرت او اشتري كذا او اشتري كذا او اشتري كذا. المعنى ما بيجيش بان اجيب لولادي واحرم نفسي من اللبس والاكل والشرب، بيجيش كده. يعني معنى ان انا نفسي يا فلانة تبقي احسن مني افضل مني، ده ما بيجيش بالكلام ولا بالعطايا، بيجي بالتواصل والقرب والمحبة والعواطف وربط ما يحب الطفل بأداءاته وربط كل حاجة يتمناها هذا الطفل بمجهود يقوم بيه، لأنه مش هيبقى أحسن مني أو أحسن من أي أب إلا لما يتعلم إزاي يتعب أكتر عشان يوصل. وصل لك؟ فإذا دربته تدريب سليم بيوصل. عشان كده البلاد الغربية أو الأوروبية أو الأمريكية أنجح في زرع الاجتهاد، التنافس، روح الفريق،
التواصل بينهم وبين بعض في الأعمار السنية دي منا، بالرغم إنهم ما بيدوش ماديا قد اللي بنديه. ففي معاني كده ما بيجي، ابني مش هيطلع مجتهد بالكلام، ابني مش هيطلع يعني حاطط خطوات بالكلام. في ولاد طبيعتهم مثلا بتوع مشاكل، هم مشاكل، دول محتاجين ابقى كول بارد بعيد عنك، طالع من الفريزر، نقوا اجدحها فريزر وطلع منه، ونربط اداءاتهم باللي هم عاوزينه، هو اللي يقرر ازاي يعيش. اذا كان ابني متمرد، اذا كان ابني شايف نفسه حبتين، اذا كان ابني شايف في بعض اوقات انه بيقلد اصدقائه، او احنا شايفين ان اصدقائه له تاثير سلبي، يلا تعالى انزل المجال. ايه؟